هواية من زميلاتك، وبصراحة أنت أيضا وحدة من عندهم، دائما تطلعون إجتني هدية بفلان سعر، إجتني سيارة هدية، إجتني ما أعرف شنو هدية. يعني هاي صار مبدأ جديد، هل هي شطارة إنه أنتم تقطون الزلم لو شنو الموضوع؟ شوف هذا مصطلح القط. لا قط، تقولي لي مو قط. لا مصطلح القط موضوع يعني صار كلش قديم. ما بعده ترند. ترند؟ قولي لا. إذا ترند ترند. ترند بعده. شوف أنا دا لاحظ هالأيام هذول جماعة اللي يطلعون على التيك توك تقول لك إن عرضت علي فلان مبلغ وفلان هاي، والله كذب. هو كنا نعرف كذب، بس ليش كدب. يعني هل التبجح بيه مزعج؟ تريد الطوش على اساس اني غاليه، اني كل شيء بالعلن موجود بالسوشيال ميديا، كل شيء بالعلن. يعني مثلا جاتني سياره هديه قبل جت واستلمتها، انا ما قلت رفضتها، ليش ارفضها؟ السياره وجتني، ليش ارفضها؟ قلبي ما مقابل؟ ها؟ شنو مقابل السياره؟ مقابل؟ قلت لك المعارف والاصدقاء. اليوم انا ب 100,000 رجال عندي مواقف ويا ناس افتخر بيها. اني من مقابل اللي اقول لك انه قاعده وسالفه لا 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 لا، انا المعروف عني والناس تعرفني اختي رجال. فهاي السوالف بعيد عنها. ممكن اكمل شغله منا واشتغل واشد واتعب، ليش لا تجيني الهديه واستقبلها وما ارجعها؟ ليش ارجع الهديه؟ تجيني سياره اقول لا؟ اكيد لا. تجيك سياره تراجعها؟ عليك الله احكي الصدق. لا لا تصفن، طول ما صفنت يعني والله ما ترجعها.